يهمني المواطن دايما، وحضرتك تبقى مهتم بالمواطن، ان انا الخطاب اللي هي مسألة التوعية للمواطنين بسبب هذه الخطابات اللي بتخرج لهم عبر وسائل بعض وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي استهداف للدولة واستهداف للرئيس شخصيا بشكل واضح. يعني أنا هكلمك بصراحة، طوال التاريخ الحديث والمعاصر البلد دي كانت واقفة بالمواطن. المشاكل كل اللي احنا بنتكلم فيها كانت بتيجي من بعض قطاعات في النخبة. يعني كانوا المصريين بينزلوا في الشارع في ثورة 19 الاستقلال التام او الموت الزقام. كان في فريق تاني يقول لك لا احنا لو ابتعدنا عن بريطانيا هنخرج من الحضارة، احنا علاقتنا ببريطانيا زواج كاثوليكي. كويس؟ طيب في 29 يونيو 67 الناس نزلوا قالوا هنحارب ونحرر ارضنا. لكن في قطاعات قال لك لا نشوف الاسرائيليين عايزين ونقعد معاهم ونقعد معاهم. وفي اغسطس 67 واحد مصري كان مقيم في لندن قال لك لا انا هسافر على اسرائيل، وراح قعد في اسرائيل فتره. يوليو 67 68 واحد تاني طلع ليبيا كتب مقال شتيمه في الرئيس عبد الناصر، ولا حد جه ناحيته ولا اي حاجه. فالسفاره المصريه احتجت لدى السلطات الليبيه، فكان الملك ادريس السنوسي قال له احنا علاقتنا كويسه بالاخوه المصريين. ايوه ما ده ما يتكررش تاني. قال لك لا انا مضطهد، راح طالع على اليونان، ومن اليونان طلب اللجوء السياسي الى اسرائيل، وراح عاش في اسرائيل. نعم. وادوا له برنامج في الاذاعه الاسرائيليه هاجم بيه الدوله المصريه وجمال عبد الناصر سنه 68. وبالتالي كل هذه المشاكل بتأتي من بعض القطاعات في النخبة. المصريين بعض القطاعات في النخب أو من تسمي نفسها نخب. بعض القطاعات في النخب. هم مش نخبة. أيا كان، يعني ده التوصيف المصطلح، لكن في النهاية كل واحد معاه باسبور أجنبي وخلاص شكرا، يروح يقعد في لندن في واشنطن في غيرها في غيرها في غيرها. طيب بقى قيس، لو قاعدين ما هم عايشين، حتى اللي بينظروا دول عايشين بره. طب قيس بقى الديمقراطيه بتاعتهم، انت عايش في الولايات المتحده وبتكتب ومعاك جنسيه امريكيه او معاك اقامه امريكيه، مقياس الديمقراطيه انك تنتقد الاوضاع في امريكا مش تنتقد الاوضاع في مصر. ما هياش بطوله. هياش بطوله نهائي. يعني ايه وانا ان انا اطلع اركب طياره واقعد في بلد وعندي اقامه وشكرا، وان انا اقعد اقول لك ومصر طب شكرا. نعم. ايه البطوله في ديت؟ لا البطوله يا حبيبي انك تكون هنا وتعيش في هذا البلد وتشوفها وتواجه وتقول اللي انت عايزه. ساعتها بيختلف الامر. ساعتها يختلف الامر تماما. نعم. انك انت قاعد في الولايات المتحده الامريكيه وما يحدث في مصر طيب دلوقتي في الولايات المتحده بتناقش قضية مرور كام و70 سنة على القنبلة النووية. نعم. وفي مظاهرات بتندد 78 78 نعم. سنة. كان في مظاهرة امبارح في نيويورك بتندد بأن الولايات المتحدة ألقت القنبلة نعم. على هيروشيما. هيروشيما ونجازاكي. طب أنتم رأيكم إيه يا بهواتي اللي هناك؟ محدش فيهم يقول رأيه خالص. خالص. طيب. قتلوا 200,000 واحد وأبادوا. ده حاجة كده ده مسح زور يعني. يعني حاجه كده عشان بس نقول لهم ان احنا نقدر نعمل ولا خالص الى يومنا هذا. يومنا هذا. طيب بلاش ده. في قضيه الرئيس ترامب خرج بوثائق الدوله ومنها وثائق سريه. فما طلعوا يحققهم الفريق القانوني للرئيس ترامب قال لهم يعني هي جت عليا. فطلع ان الرئيس جو بايدن لما كان نائب عنده وثائق ان الرئيس كلينتون نفسه بتكلم عن الرؤساء بيل كلينتون عمل الرئيس جونسون عملها الرئيس نوكسون كينيدي كذا 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 كذا. طب خلي انت بقى مسؤول عندك يخرج بورقه، مش هقول لك رئيس جمهوريه، مسؤول يخرج بورقه. كانت المشانق اتعلقت. عايزين ده مش معناه ان انا بقول ان الناس تخرج بوثائق الدوله. لا لكن لان عندنا قوانين صارمه وملزمه للجميع. الكبير والصغير ملزمه للجميع. نعم. بلا استثناء
اللي بيتكلموا عليه والرأي والتعبير. ترامب النهاردة المدعي العام طالب انه ما يتكلمش، ما يفتحش بقه ولا يكتب. يعني وصلنا هنا بنتكلم على امريكا من عدة شهور منع من بعد نعم. حكاية سنة 20 نعم. منع لفترة طويلة، حسابه اتقفل في تويتر وغيره وغيره، رئيس دولة بيمنع. نعم محدش قال، يعني محدش قال اين الديمقراطية. نعم بعدين ما اصل في يعني مش احنا دلوقتي بنتكلم عن ان ايام الرئيس عبد الناصر كانت الدنيا رخيصة وكان في عدالة اجتماعية. نعم لكن هي في النهاية قضايا نسبية، بدليل ان ايام الرئيس عبد الناصر كانت الناس بتتكلم عن الغلاء، وكان في المرتب حاجة اسمها 2 جنيه معونة غلاء، اعانة غلاء. وطلع ايام حكومة زكريا محي الدين والاخر. انت بتتكلم في قضايا ما تقدرش. لا وقت الرئيس عبد الناصر لما يطلع في خطاب عام وقال لك بدل نشرب مرتين شاي نشرب مره، اكل يعني. انا قصدي ايوه ان القضايا نسبيه. نعم. فانت في نهايه الامر في قضيه الديمقراطيه. نعم. انت تستطيع اي حاكم انك تعتبره ديمقراطي، واي حاكم هو نفسه تستطيع انك تعتبره ديكتاتور. الولايات المتحده الامريكيه، الخناقه اللي حصلت احنا بننسيها ايام انتخابات بوش الابن والجور اتساوت ازاي وكيف كان الجور ناجح واتخذت منه هي مش دي عدت حد جاب سيرتها خالص. وهكذا. وبتقنت قضيه ان الولايات المتحده الامريكيه ترامب لحد النهارده مش معترف في انتخابات اللي فاتت. لا ده مش بس ده 70% من الجمهوريين اخر استطلاع راي 70% من الجمهوريين يرون ان الرئيس بايدن داخل بنتائج مزوره. نعم. 70% من الجمهوريين. نعم.